اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي اليحضري. فأما ما ورد في هذا من الجهالة وأغاليظ اللسان كقول بعض الأعراب رب العباد ما لنا وما لك قد كنت تسقينا فما بدا لك. نعم. أنزل علينا الغيث لا أبا لك. لا أبا لك. لا أبا لك. نعم. وفي أشياء لهذا من كلام الجهال. وفي أشباه لهذا من كلام الجهال. نعم. ومن لم يقومه ثقاف تأديب الشريعة والعلم في هذا الباب، فقلما يصدر إلا من جاهل يجب تعليمه وزجره والإغلاظ له عن العودة إلى مثله. إذا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه، ونحن لتسع بقين من شهر شعبان لعام 39 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كتاب الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي بدأ به في الشهر السادس من عام 32 و400 وألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا المجلس أزعم أنه يكون المجلس الأخير في هذا الكتاب المبارك وفي هذا السفر، ما زال المصنف رحمه الله في هذا القسم الأخير الذي قد جعله للكلام على الحكم في من يسب الباري عز وجل ومن يسب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فتكلم هنا على من يسب الذات الإلهية كما يحدث من بعض الأعراب الجهال الذين يقولون رب البرية ما لنا وما لك قد كنت تسقينا فما بدا لك أنزل علينا الغيث لا أبا لك. نعوذ بالله من هذا الكلام الذي يقال، وهذا هو من عادة الأعراب الغلاظ الجفاة، أن الواحد منهم كان إذا دخل في الإسلام أصلا فإن نتجت دابته وحملت زوجته ونزل الغيث بأرضه قال هذا دين خير يستمر عليه، وإن أصيب بالقحط ولم تنتج دابته ولم تحمل زوجه قال هذا دين سوء فانقلب على عقبيه. نعوذ بالله من هذا. على مثل هذا ما كان من قول هذا الأعرابي، فقال القاضي رحمه الله أمثل هؤلاء فيهم من الجهل، فهؤلاء يعزرون ويغلظ عليهم ويؤدبون حتى لا يعودون لمثله. هناك كاتب مغربي اسمه أحمد عصيد، وله حظ من اسمه، فهو عصيد أي معصود والعياذ بالله. وهذا العصيد الذي هو فيه إنما هو من فهمه السقيم للأسف، يعني يتكلم ويسب في الإسلام وهذا دين سفك الدماء وهذا دين الرجعية إلى غير ذلك. فأمثال هؤلاء ينبغي أن يؤخذ على أيديهم، أن يعزروا وأن يؤدبوا حتى لا يعودوا لمثل ذلك من هذا الكلام الذي يمجه حتى الكفار، يعني حتى الكفار يمجون هذا الكلام. جون بيرنر شو قال لو كنت عند محمد عليه الصلاة والسلام لنظفت له حذاءه. وقال جان جاك روسو لو أن النبي موجود الآن لقضى مشاكلنا في جلسة قهوة. هذا كل أشياء هم يشهدون بما لهذا الدين من هذه العظمة في كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 25 غزوة ما تعدى الذين قتلوا 1000 إنسان، حتى في فتح مكة الذين سفك النبي دماءهم ما تعدوا 9، الذي تاب منهم وقبلت توبته كعبد الله بن سعد بن أبي السرح وعكرمة بن أبي جهل والمرأة القينة التي هي لبعض لبني هاشم، وقابلهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهبار بن الأسود. تعرفون ماذا فعل هبار؟ هبار بن الأسود هذا هو الذي لما خرجت زينب مهاجرة وكانت حاملا رضي الله عنها بنت النبي عليه الصلاة والسلام نغز البعير فاضطرب فوقعت من على الهودج فأسلبت. شوفوا إيش فعل في بنت النبي عليه الصلاة والسلام، طاحت فأجهضت، ومع ذلك عفى عنه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. نعم.
قال أبو سليمان الخطابي: وهذا تهور من القول، والله منزع عن هذه الأمور. وقد روينا عن عون بن عبد الله أنه قال: ليعظم أحدكم ربه أن يذكر اسمه في كل شيء حتى يقول: أخذ الله الكلب وفعل به كذا وكذا. نعم. قال: وكان بعض من أدركنا من مشايخنا قلما يذكر اسم الله تعالى إلا فيما يتصل بطاعته. نعم. وكان يقول للإنسان، وهذا كله من تعظيم اسم الله. حتى الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة إمام دار الهجرة مر على رجل مخمور والخمر يخرج من فمه من شدة الثمل والسكر، والرجل يقول: الله الله الله، يبدو أنه مع ثمالته قد أصابه سكرات الموت. فأتى بقطنة وكرسف فمسح من عليه. قيل: ولما تفعل ذلك يا إمام؟ قال: حتى لا يخرج اسم الله من النجاسة. يعني قال حتى لا يخرج اسم الله من مكان شرب فيه، إيش فيه؟ يختلط بالخمر الذي هو ينزل على. من هذا كله من تعظيم الاسم الله. وبشر بن الحارث الحافي رحمه الله، وكان عيارا، يعني كان على غير خلق رحمه الله، لكنه دخل يوما الحمام، الحماة العامة، ليس المقصود بالحمام الخلاء أو الكنيف، لا، الحماة العامة التي موجودة في بلاد المغرب، في بلاد الشام، إلى غير ذلك. فوجد ورقة مكتوب عليها اسم الله وقد ألقيت بين القذر، فرفعها ومسحها وقال: اسم الله في الحمام. ما يصلح مثل هالكلام. قال: فأخذها واشترى غالية بدينارين. الديناران، لكي تعلموا القيمة، الدينار الواحد حوالي 4.5 جرام من الذهب، يعني الديناران 9 جرامات من الذهب، يعني فوق أكثر من حوالي 1800 ريال. عرفتوا إيش معنى ديناران؟ فاشترى بها غالية، يعني توقع أنك أنت تروح تشتري عطر ب 1800 ريال فقط لكي تطيب به إيش؟ هذه الورقة المكتوب عليها إيش؟ اسم الله عز وجل. قال: فرؤي في المنام أن طائفا يطوف به يقول: يا بشر، طيب الله ذكرك كما طيبت اسمه. وتيب عليه رحمه الله، وأصبح اسمه في الثريا بشر بن الحارث الحافي رحمه الله. ونحن الآن مقبلون على تصرم عام من الأعوام الدراسية. أين تجدون كتبنا يا أحبابي؟ في الزبائن يا حبائي. أنتم أولياء أمور وآباء ومعلمون وأناس فضلاء، وهذا ورقة بس كتب عليها اسم الله أزالها فرفع الله ذكره. إذن هذا الواجب، الحمد لله الآن جزاء الله خير، البلاد خير الجزاء، تجعل حاويات كبيرة أمام بعض المسارد ويقول لك: المطلوب منك فقط هات الكتب حطها هنا جزاك الله خير، بس كل المطلوب منك، كل المطلوب منك جزاك الله خير. زي ما أنت حريص أنك أنت تشيل يعني الملابس وتشيل الأطعمة وتشيل ما هو ينفعك، احرص على في الدنيا، احرص على ما ينجيك عند الله عز وجل. ما في مانع، جارك كسول إلى غير ذلك، خذ أنت منه وروح ودي، ضحى في هذه الحاوية، هم يأخذونها ويعملوا عملية ريسايكل، إعادة إيش؟ إعادة تدوير، يدخلونها في صناعات في غير ذلك. المهم أن يزال منها الآيات القرآنية واسم الله إلى غير ذلك من مثل هذه، من مثل هذه الأمور. بل إننا نتكلم عن الإمام أبو يعقوب يوسف بن منصور الكوسج، هذا الرجل الذي حفظ كتب العلم من نزول المطر عليها، فلما مات رؤية في المنام قالوا: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بليلة المطر. إن الكتب حفظها أن ينزل عليها الماء فيزيل ما كتب فيها من العلم. هذه كلها أدلة على حفظ الكتاب كيف له من الآثار ومن الأشياء العجيبة. فلذلك عندك كتب جزاك الله خير. أنا ذهبت إلى بلاد الفئام من الناس يجتمعون على المصحف الواحد، بل المصحف اللي في جيب الآن هذا، أنا اليوم ما جبته معايا، مصحف صغير، تشوف أنت دائما معي، أنا غيرت الثوب ما جبته معايا، إن شاء الله أجيبه المجلس الجاي، مصحف صغير من مجمع الملك فهد، عارفين مصحف المدينة الصغير حجم الجيب، وجدته مرمي في الشارع. نعم. وأذكر كنت إماما في أحد المساجد في خطبة الجمعة، وجاني رجل بكيسين كبيرين ملأ بمصاحف مجمع الملك فهد ملقى على الرصيف بجوار أحد المولات، بل وأنا بنفسي من جوار المسجد الذي أصلي فيه بجوار بيتي وجدت كيسا كبيرا مليئا بالمصاحف أيها المباركون، منها ما أخذت ومنها ما أهديت ومنها ما أرسل لبعض البلاد التي زرناها، وهم يقرؤون القرآن على شبة النار، على شبة الضوء،
يعني يوقدون الحطب، يقرون عليه القرآن، ويجتمع الفئام من الطلاب الحفظة على المصحف إيش الواحد، إذا كنت في نعمة فرعها. نعم تفضل. قال: وكان بعض من أدركنا من مشايخنا قل ما يذكر اسم الله تعالى إلا فيما يتصل بطاعته، وكان يقول للإنسان: جزيت خيرا وقل ما يقول، وقل ما يقول جزاك الله خيرا إعظاما لاسمه تعالى. هذا تكلف من غير دليل، نقطة مهمة. أحيانا بعض العباد وبعض الناس أحيانا يصل فيه التعظيم لدرجة أن يدخله في مخالفة الشرعية، مثل الصوفية عظموا الله لدرجة عبدوا الأولياء. انتبهوا لمثل هذا، تعظيم الله بيكون بالدليل ولا يكون من الهوى. النبي وش قال؟ قال: من صنع لكم معروفا فقولوا جزيت خيرا. قال له قول ايش؟ جزاك الله خيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. وهنا وقفة أيها الفضلاء، بعض الناس يقول لك جزاك الله ألف خير، منتشرة على ألسنتنا، صح؟ خطأ. لماذا خطأ؟ لأن جزاك الله خيرا، خيرا مفعول به منصوب بالفتحة، ومفعول مطلق منصوب بالفتحة، نكرة في سياق الدعاء يفيد إيش؟ العموم، يعني خير ما له أول ولا آخر. لكن لما أقول لك ألف خيرا، حجرت واسع ولا ما حجرت واسع؟ ودائما احفظوها وعوها وانقلوها وانشروها، اللفظة النبوية لا يعدلها لفظة، واللفظة القرآنية لا يعدلها. لا تتفلسف كثير الله يرضى عليك، كما جاء قل، لا تزود كثير تتفلسف كثير، مش محتاجة فلسفة. قد كفيتم، لأن الله قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالكلمة اللي تجيك من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لا تقعد تزود وتنقص فيها، كما أتتك أدها، ولا تلف يمينا عنها باسقا ولا مضللا. نعم. وحدثنا الثقة إن الإمام أبا بكر الشاشي كان يعيب على أهل الكلام كثرة خوضهم فيه. يا سلام، الفلسفة المتفلسفون لا خير فيهم. الإمام العلم أبو قتيبة سعيد بن رجاء البغلاني، هذا الإمام قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني، وبغلان هذه فين؟ بغلان دي في أفغانستان. هذا الرجل كان مهتما بالفلسفة، فرأى في المنام أن راوية تنزل من السماء، راوية يعني قربة، والناس يستهمون، كل جاري يبغى ياخذ القربة اللي نازلة من السماء، فما أدركها أحد إلا هو، أول ما جاء يمسكها أمسك بها، وهو كان ما هو أطول الناس، فلما أمسك بها أضاءت ما بين السماء والأرض أو ما بين الخافقين. فذهب لرجل بزاز يبيع البز، فقال: يا إمام رأيت كذا وكذا، له علم بالتفسير. قال: يا قتيبة، دعك من علم الكلام وأقبل على الوحي، فهذا الذي يضيء ما بين الخافقين. قال لك: من الفلسفة اللي انت فيها، ديكارت وبيكارت والأسماء اللي تنقض الوضوء هذه، والإنسان أصله قرد، ولا أصل أنت زاد تبغى تكون قرد، خلك قرد لوحدك جزاك الله خير. احنا من قال لك احنا قرود؟ احنا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تبغى أنت تقول قرد، خلك قرد مع نفسك، أنا ماني فاضي لك. لكن احنا الحمد لله نعرف من أين جئنا وأين ذاهبون وما هي وظيفتنا في هذه الحياة الدنيا. فقال: دعك من علم الكلام. قال: فتركت الكلام اللي هي الفلسفة وأقبلت على الوحيين، فرفع الله ذكرهم. قتيبة بن سعيد إذا ورد في الإسناد فالإسناد عال، لأن ربنا عز وجل يعني أطال في عمري فعمر طويلا فوق 80 سنة، فروى له أصحاب الكتب الستة رحمة الله عليه، فإذا ورد في الإسناد الإسناد يعلو. نعم. وفي ذكر صفاته إجلالا لاسمه تعالى، ويقول: هؤلاء يتمندلون بالله عز وجل. أيوة، يعني دول قال أنذال. وكلمة يتمندل كلمة لغوية صحيحة، تقولون أنتم تدرجوها في اللغة الدارجة، ما تحسبونها لغة من الدارجة، هي لغة صحيحة. يقول لك فلان يتمندل ندل يعني، والعياذ بالله. نعم. وينزل الكلام في هذا الباب تنزيله في باب ساب النبي صلى الله عليه وسلم، الله يعافيك، على الوجوه التي فصلناها، والله الموفق. نعم.
جزاك الله خير. لا بالسيرة حنمشي عند أبي نايف. يمكن ألقي كلمة ولا شيء. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفصل الثامن: حكم سب بقية الأنبياء والملائكة، وحكم من سب سائر الأنبياء الله تعالى. الآن تكلمنا عن من حكم من سب الباري عز وجل عياذا بالله والنبي عليه الصلاة والسلام، الآن نتكلم على عموم الأنبياء والملائكة، ما حكم من سبهم؟ نعم. حكم من سب سائر أنبياء الله تعالى وملائكته وسائر أنبياء الله تعالى وملائكته. نعم أيوة. واستخف بهم أو كذبهم فيما أتوا به، أنكرهم وجحدهم. حكم نبينا صلى الله عليه وسلم على مساق ما قدمناه، قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وهنا تسمعون عن قانون ما يسمى بازدراء الأديان، صحيح؟ تسمعون عن مثل هذه القوانين. طبعا الدين واحد، لكن هي شرائع سماوية. إن الدين عند الله الإسلام، لكن الله قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذه واحدة. الأمر الثاني، نقول ازدراء الأنبياء أقوى من لفظة ازدراء إيش الأديان، اللي ليس إلا هناك دين واحد. إذن جاء القرآن وآتت السنة بحرمة سب الأنبياء، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تفضلوني على يونس ابن متى، ولا تفضلوني على موسى، فإنه ينفخ فتأتي النفخة فأجده ممسكا بقوائم العرش، أكان قد كفته صعقة الطور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكل ما تراه الآن من حفظ الحياة وحفظ الشرائع وحفظ الأنبياء وحفظ منارهم وشخصيتهم، كل موجود في الكتاب وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما هذه في آل عمران، اللي في البقرة إلينا. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وإلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نعم. هذه تقرأ في الفجر مع قول أهل الكتاب تعالى: إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. لماذا تقرأ في الفجر؟ لأن من آيات التوحيد. وتقرأ أيضا في سنة الفجر: قل أيها الكافرون قل هو الله أحد، أو غيرهما. نعم. جزاك الله خير. وقال تعالى: وسنة المغرب تقرأ: قل أيها الكافرون قل هو أحد فقط، وليس الآيتان اللي في البقرة وآل عمران. نعم. أو غيرهما. نعم. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد. هذه خواتيم سورة إيش؟ البقرة. خواتيم سورة البقرة. قال وهناك قول: آمنا بالله وما أنزل علينا. نعم. في سورة آل عمران. نعم. قال مالك في كتاب ابن حبيب ومحمد، وقال ابن القاسم وابن الماجشون. نعم. وابن عبد الله ابن عبد الحكم وأصبغ وسحنون في من شتم الأنبياء أو أحد، كل هؤلاء من علماء المالكية رحمة الله عليهم. نعم. أو تنقصه قتل ولم يستتب، ومن سبهم من أهل الذمة قتل إلا أن يسلم كما مر معنا في الأبواب السابقة. نعم. روى سحنون عن ابن القاسم: من سب الأنبياء من اليهود والنصارى بغير الوجه تقدم به كفر به كفر، ضربت عنقه إلا أن يسلم.
وقد تقدم الخلاف في هذا الأصل. وقال القاضي بقرطبة أيوة ذكرنا هو قلنا من قال أنه يستتاب وقلنا من قال أنه لا توبة له بما أغنى عن إعادته. نعم. قال القاضي بقرطبة سعيد بن سليمان في بعض أجوبته: من سب الله كانت تلك البلاد هذه اللي كان فيها الإمام القاضي عياض اليحصبي، كانت بلاد قرطبة وطليطلة وأشبيلية، كل ما ترونه الآن من أسبانيا الذي حدث في غرناطة وسقوطها كان سقوط ملة وليس سقوط دولة، سقوط أمة وسقوط ملة الذي حدث في بلاد إيش الأندلس بعد قرابة أكثر من 8 إلى 9 قرون تضج بلا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. من سب الله وملائكته قتل. قال سحنون: من شتم ملكا من الملائكة فعليه القتل. وفي النوادر عن مالك في من قال إن جبريل أخطأ بالوحي، وإنما هذا قول الرافضة، هذا هو قول الرافضة أنهم يقولون إن جبريل أخطأ بالوحي وإنه خان الأمانة والرسالة. الله عز وجل يقول مطاع ثم أمين، وهم أهل البدع هؤلاء يخونون. فانظر ماذا قال فيهم. نعم. إن جبريل أخطأ بالوحي، وإنما كان النبي علي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. أيوة النبي هو علي أولى بها. نعم. استتيب فإن تاب وإلا قتل. نعم. ونحوه عن سحنون، وهذا قول الغرابية من الروافض، سموا بذلك لقولهم كان النبي صلى الله عليه وسلم أشبه بعلي من الغراب بالغراب. قال أبو حنيفة سموا الغرابية لماذا؟ لهذا القول نسبة إلى الغراب، وإذا كان الغراب دليل قوم مر بهم على جيف الكلاب، قالوا لأن النبي لأن علي كان أشبه بالنبي من إيش من الغراب بالغراب، حيث أن الغربان تتشابه. نعم. وطير على أشكالها تقع. نعم. وقال أبو حنيفة وأصحابه على أصلهم وأصحابه على أصلهم من كذب بأحد من الأنبياء أو تنقص أحدا منهم أو برئ منه فهو مرتد. وقال أبو الحسن القابسي في ولذلك انظر إلى جمال دين الإسلام حتى لا يدخل في قلبك الريبة والشك أن الأنبياء كلهم نؤمن بهم جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من هؤلاء الأنبياء جميعا، ونقول أن أفضلهم أولو العزم الخمسة إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ونبينا عليه الصلاة والسلام، وأفضل هؤلاء الخمس هو أبو القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا نفرق بين أحد من الأنبياء أبدا. بينما تجد عند اليهودية وعند النصرانية يسبون نبينا عليه الصلاة والسلام ويكفروننا عليه ولا يرضون بهذا الدين البتة أبدا. إذن من هو الذي هو عدو للسامية ومن هو الذي هو عدو للأمة والبشرية؟ لن تجد أكثر من اليهود والنصارى في مثل هذا. نعم. قال أبو الحسن القابسي في الذي قال لآخر كأنه وجه مالك. القابسي نسبة إلى قابس أو يسموها قابس، هذه موجودة في دولة تونس. نعم. كأنه وجه مالك الغضبان لو عرف أنه قصد ذم الملك قتل. قال القاضي أبو الفضل: وهذا كله في من تكلم فيهم بما قلناه على جملة الملائكة والنبيين أو على معين ممن حققنا كونه من الملائكة والنبيين ممن نص الله عليه في كتابه أو حققنا علمه بالخبر والمتواتر والمشتهر المتفق عليه بالإجماع القاطع كجبريل وميكائيل ومالك وخزنة الجنة وجهنم والزبانية وحملت العرش. شوف دقة الفقهاء من الملائكة. إيش قال؟ وخازن إيش الجنة، لأن رضوان لا يصح أنه من أنه اسم من أسماء إيش أنه خازن الجنة، وإن قال بعض أهل العلم ولما كثرت أخباره عن الصحابة والتابعين ولا تصح مرفوعة عن سيد المرسلين ظن أن له أن الاسم له أصل، لكن يبقى الغنية والكفاية فيما ورد من إيش من صحيح السنة. ثم لما تكلم عن ملك الموت ما قال عزرائيل، لأن هذه تسمية
يهودية ورويت من الإسرائيليات إن ذكر وهب أو غيره ممن كان يقرأ في كتب الإسرائيليات، لكن يكفي ما جاء في القرآن قل يتوفاكم ملك الموت، ويكفي ما جاء في السنة. وهذا يؤدبك أخي المبارك أن تحافظ على اللفظة القرآنية كما هي، وتحافظ على اللفظة النبوية كما هي. نعم. ومن سمي فيه الأنبياء كإسرائيل وإسرافيل. بل إن يعني أحكي لكم شيئا من الأشياء العجيبة، الإمام الأصمعي يحفظ أكثر من 8000 بيت. الأصمعي في اللغة لا يدانيه أحد، سئل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الجار أولى بثقب جاره، فقالوا ما معنى ثقب جاره؟ قال إني لا أفسر كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن العرب يزعمون أن ثقب الجار أي لصيقه. شوف الأدب، شوف إيش قال. قال أنا لا أفسر كلام الرسول، لكن العرب يقولوا كلمة ثقب دي معناها إيش؟ الجار. هي الجار أولى بإيش؟ بالشفعة. الجار أولى بالشفعة، يعني أنت الآن لو جارك أراد أن يترك عقاره وداره، الأولى أن تشتريه أن يعرضه عليك أولى، فإن أبيت جعله مشاعا لمن يشتري. وجه الدلالة من قول الأصمعي قال إني لا أفسر كلام رسول الله، أنا مين أنا عشان أتكلم في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الثقب هو اللصيق، العرب يزعمون ذلك. شوف الأدب، تجد الواحد الآن عزير بن كسير من ليس فيه خير، ما حتى يشتغل ميكانيك ولا عنده شهادة، تجده يهرف بما لا يعرف ويتكلم في دين الله في كل مكان. فأين الأدب من هؤلاء؟ وأين تعظيم الشريعة من هؤلاء؟ يا أخي كما نحن حريصين على أمور دنيانا، تجد بعض الناس الآن سبحان الله إن أراد أن يسأل على طبيب في تخصص يسأل كل طبيب موجود ويستشير في الطبيب أن يذهب إليه، صحيح ولا لا؟ وإن أراد أن يشتري سيارة أخذ كل خريت ودخل على كل موقع حراج لينتقي السيارة، ثم أخذها على الشرط وذهب بها إلى تشيك أب عند مين؟ عند الجهاز أو عند الميكانيكي، وبعد كله يشتري. فإن كنت أنت حريصا على ما يصلح دنياك، أليس من باب أولى أن تحرص على ما يصلح دينك؟ هذا من باب أولى. نعم نعم. وكعزرائيل وإسرافيل وإرضوان والحفظ، تحت كلمة عزرائيل هنا نقول ونوهنا عنها، لا تصح أبدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويضرب على هذه يكتب فوقها ملك الموت. نعم. ولا رضوان تكلمنا في ذلك، ولا رضوان كلاهما لا لا ما صح، الله أعلم. What the benefit لما نقعد أبحث عن اسم الجنة؟ زي جاني اليوم واحد يسألني قال يا شيخ الجن نراه في الجنة، أنت تدخلها الأول وأنا أخوك جزاك الله خير، بعد كده تفضل تشوف جن ولا تشوف إنس، عندك حور عين وعندك لبنة من ذهب ولبنة من فضة وعندك درة مجوفة وعندك يعني تمشي على أرض كثبانها اللؤلؤ والزعفران، أنت فاضل تشوف حد، فاضل تشوف جن أنت هناك، ما تفاضل مثل هذه الأشياء. فدائما ماذا يقولون؟ الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن شيء تبدل لكم تسؤكم. فقالوا هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال وحذر، قال إياكم إيش؟ القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قالوا السؤال الذي لا طائل من ورائه، سحنون جاء واحد يسأله في مسألة قال وقعت أم لم تقع؟ قال لم تقع. قال إن وقعت فتعال واسألنا. فدائما يا أخوان إحنا نسأل عن الشيء الذي يهمنا، وتجد أحيانا تسود الصفحات، طيب خازن الجنة مين؟ خازن النار مين؟ يا أخي هذا سؤال. طيب النملة دي اللي هي وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، وأنا نوهت على ذلك كثيرا في هذا المجلس المبارك أيها الفضلاء والكرام، إن الإنسان يسأل. ولذلك الصحابة هذول لا عدل لهم، لا مثيل لهم، لما تقرأ في سيرهم لن تجد أنهم يسألون سؤالا لا طائل من ورائه أبدا. عمرهم ما جول النبي قالوا خازن النار ده مين، ما فيش السؤال هذا، ولا جو قالوا خازن الجنة هذا مين، ولا يوما سألوا عن أسماء الله وصفاته. النبي يخرج على المنبر عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يجعل الأراضين على ذينك الأصبع والسموات على ذينك الأصبع والجبال على ذينك الأصبع، ما في واحد سأله قال له إيش يعني وربنا يعني
يعني الله له إصبع مثل هذا، له جسم وله جوهر وله إلى غير ذلك، ما يسأل عن مثل هذه الأسئلة أبدا. إنما كان يقول أنس بن مالك قال كنا نهاب أن نسأل النبي في المسألة عليه الصلاة والسلام حتى يأتي الرجل الأعرابي البعيد فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام فننتظر ونفرح بسؤاله، كما في حديث صفوان بن عسال المرادي وفي حديث أنس بن مالك وابن مسعود عند البخاري ومسلم والترمذي أن النبي كان يلقي خطبة عليه الصلاة والسلام، وجاء رجل يا رسول الله متى الساعة؟ فلم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام ومضى في موعظته. فلما انصرف منها قال أين السائل؟ قال قلت أنا. قال ماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال أنت مع من أحببت؟ قال أنس فوالله ما فرحنا فرحا بعد الإسلام، ما فرحت فرحا بعد الإسلام كفرحي بهذا، لأني أحب النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر ولم أعمل بأعمالهم وأرجو الله أن يحشرني معهم. شفتوا يا أخواني هذه النقط المهمة. فإن سئل طالب العلم ما اسم كذا ولم يرد فيه دليل، أقول لك بكل فم مفتوح جزاك الله خير وبكل صوت مسموع الله أعلم، لا أدري ولا يضرني بشيء أبدا. لأن هذا السؤال لو كان في هذه المسألة أيها الكرام وأنتم تجزمون بذلك، لو كان في هذه المسألة كبير علم لبينه مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، الذي قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيضاء ليلها، وليست المحجة، ليس اللفظ مش موجودة في الحديث، المحجة البيضاء غير موجودة وهي أقوى من كلمة قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لذلك أنتم أيها الفضلاء ما نقول في هذه المجالس انشروه، أنتم الواحد منكم يعني يجلس في مجموعات ومعه أناس من مختلف التخصصات ومن وجهاء الناس ومن أقلهم وجهة، فتنشر هذه الحقائق وتنشر هذه البيزس والقواعد بين الناس. اسأل عن الشيء الذي إيش أنت تنتفع به، ولما تنتفع به لا تسأل عنه لأنه لن يفيدك في الأمر من إيش من شيء. أحسنتم، تفضل. وأما من لم تثبت الأخبار بتعيينه ولا وقع الإجماع على كونه من الملائكة أو الأنبياء، شوف الكلام الجميل، وأما ما لم يثبت الخبر بتعيينه ولا وقع الإجماع على قوله، الله أكبر، هذا اللي احنا ذكرنا الآن، لا عزرائيل ثبت الخبر بتعيينه، ها؟ لا. ولا رضوان أجمع على إيش القول به. وهذا من جمال هذا الدين أنه كل راد ومردود عليه. تلقى العالم الكبير مرات يجيب لك الدليل وينقضه بين بعد فترة، سبحان الله. وضحت هذه المسائل؟ فهذا يدلك على أن كل راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام، وكل يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. هاروت وماروت من الملائكة، والخضر ولقمان وذي القرنين ومريم وآسيا وخالد بن سنان، المذكور أنه نبي أهل الرس وزردشت نعم، زردشت الفارسي بتاع الزردشتية، نعم، يدعي المجوس والمجوس المؤرخون نبوته، وليس الحكم في سابهم والكافر بهم كالحكم في من قدمناه إذ لم تثبت لهم تلك الحرمة. نعم، ما لهم ولا شيء من هذا، لا زردشت ولا غيره، ما لهم ولا شيء، وكل هذه هي أخبار يعني ضعيفة، بل هي أخبار ما صحت حتى عن أكابر التابعين. بل إن بلقيس، وهذا النطق الصحيح، بلقيس، الباء الموحدة المكسورة واللام الساكنة والقاف المكسورة، بلقيس، هذا واسمها الصحيح. هل تعرفون بلقيس بنت شراحيل ابن شرحبيل ابن هداهد؟ هل تعلمون أن جاءت في القصص عند في البداية والنهاية وفي الحلية أن أباها كان من الجن، أو كان إنسيا أخذه الجن وزوجوه جنية فطلع بلقيس؟ قصص موجودة في كتب أهل العلم، لا يصح منها شيء. اكتب يا أخوان، وزع الورق على الناس، ما أحد يقاطع الدرس، تفضل كمل. نعم.
لكن يزجر من تنقصهم. وهذا كلام موجود في ذكر بلقيس، كلام موجود لكنه كلام لا يصح. ولا كبير طائل من إيش؟ من ورائه، يعني ما في كبير طائل من إيش؟ من ورائه. نعم. لكن يزجر من تنقصهم وآذاهم، ويؤدب بقدر حال المقول فيه، لا سيما من عرفت صدقيته وفضله منهم، وإن لم تثبت نبوته. وأما إنكار نبوتهم أو كون الآخر من الملائكة كان، فإن كان المتكلم في ذلك من أهل العلم فلا حرج لاختلاف العلماء في ذلك، وإن كان من عوام الناس زجر على الخوض في مثل هذا، فإن عاد أدب، إذ ليس لهم الكلام في مثل هذا، وقد كره السلف الكلام في مثل هذا مما ليس تحته عمل لأهل العلم. يا سلام، شوف الكلام هذا الذي ذكرته لكم آنفا، ولقد كره السلف الكلام في هذا ممن ليس تحته طائل ولا عمل. نهتم بما ينفع. نعم. يصبح مثل هذا إنما هو من فضول العلم التي معرفتها لا تنفع والجهل بها لا يضر. نعم. بسم الله. الفصل التاسع، الحكم بالنسبة للقرآن. الآن نتكلم عن القرآن ومن يسب القرآن عافانا الله وإياكم. نعم. اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحده أو حرفا منه أو آية أو كذب به أو بشيء منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم، مما صرح به فيه من الحكم، من الحكم، لأن ما في جلال. أيوه نعم، من الحكم. نعم. من حكم أو قول. من حكم أو خبر. مما صرح به في مما صرح به فيه من حكم أو خبر. أو في نسخة فيها قول. طيب نعم. أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك. نعم. أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم بإجماع. هذا لا خلاف فيه. من جحد القرآن، من سب القرآن، من تنقص القرآن، من أنكر فيه حرفا واحدا فإنه يكفر إجماع عند أهل العلم. نعم. قال الله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. حدثنا الفقيه أبو الوليد هشام بن أحمد رحمه الله، حدثنا أبو علي قال حدثنا أبو علي قال حدثنا ابن عبد البر قال حدثنا وابن أكثم. من القصص التي تذكر لما جاءه يهودي فعرض عليه الإسلام فلم يسلم، ثم بعد سنة أتاه مسلما، قال: ألست صاحبنا الذي كان قبل حول؟ قال: بلى. قال: وما الذي استدعاك وما الذي دعاك للإسلام؟ قال: بعدما عرضت الإسلام علي ورفضته ذهبت فكتبت الإنجيل وألفته وأنزلته عند النصارى فأخذوه وقرأوه في كنائسهم، ثم عمدت إلى توراة فألفتها وألقيت بها إلى اليهود، إلى البيع، إلى هؤلاء الأحبار من اليهود فقرأوها وفرحوا بها. قال: ثم عمدت إلى القرآن فحورت فيه قليلا. لاحظ في الإنجيل إيش ألف؟ إنجيل كامل، توتال بايبل كامل، وألف توتال توراة كاملة. هنا يدوبك لعب في شيء بسيط، ودى فين؟ هناك ودى للقصص والأحبار، هنا قال ذهبت به إلى الوراقين فألقوه في وجهي. لاحظ، إلى الوراقين يعني اللي بينسخوا في اللي حيكتبوا إيش المصحف. قال: فألقوه في وجهي فعلمت أن هذا الدين دين حق. قال: فلما قال لسفيان قال: أو تعجب إنه في كتابنا؟ قال الله عز وجل: إن نحن نزلنا الذكر
وإن له لحافظون. على مدى 1440 سنة كم من قرآن محرف ألف؟ كم من قرآن محرف؟ عدد ولا حرج. وكانت تلقى كلها في وجوه أصحابها لتعلموا أن هذا الدين منصور، وأن هذا الدين محفوظ مكلوء برعاية الله عز وجل. أما اليهود والنصارى عهد الله إليهم حفظ كتبهم فحرفوها بما استحفظوا من كتاب الله، أما في القرآن فالله عز وجل تكفل بذاته العلي أن يحفظهم. ثم يصبح الناس يوما يفتحون المصحف فيردونه لا شيء فيه أبيض منه بدأ وإليه يعود كلامه تبارك وتعالى، وتقوم القيامة على شرار الخلق. نجانا الله وإياكم من ذلك، من ذلك المقام ومن ذلك الوقت. نعم نعم أكمل. قال حدثنا ابن عبد البر قال حدثنا ابن عبد المؤمن قال حدثنا ابن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل. أبو داود السجستاني صاحب السنن تلميذ الإمام أحمد، وله كتاب في الفقه مسائل الإمام أحمد برواية داود السجستاني. أبو داود السجستاني من طلاب الإمام أحمد، هذا صاحب إيش؟ صاحب السنن، روى فيه 5274 حديث. نعم. قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهذا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر. نعم، حديث عظيم ورواه أبو داود المصاحفي، ولذلك فاكهة وأبى قال أبو بكر: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني أن أقول في كتاب الله برأيي. فالمراء والجدال كما ترونه الآن، لو أن الواحد منا سئل عن الكارير والويستنج هاوس والجلاكسي اللي تاب واللي ما تاب واللي في طريق التوبة، لقال اذهب إلى صاحب الخريط المتخصص البروفيشنال. لكن لو أنزلنا الآن آية كل يتكلم إيش؟ يتكلم فيها، وكل يهرف بما لا يعرف. ولو جئنا نسأل واحد نقول إيش معنى الصمد؟ ما يعرف معنى الصمد، يقرأ القرآن ويختم ما يعرف إيش الصمد. طب غاسق ما يعرف، إذا وقب ما يعرف. ثم يتكلم في الأمور الكبار العظام، كان السلف ما يفعلون ذلك. والمراء في القرآن كفر لأنه يؤدي والعياذ بالله إلى الإنسان أن يصيبه ماذا يصيبه؟ أنه يرد الآيات، يقول لك آية المواريث هذه ما هي مش عاجبتني، وآيات الحدود هذه ما هي حلوة، إيش سفك الدماء هذا، لول واو إيش هذا، وإيش مثل هالأمور. نعم، وهذا حديث صحيح. نعم. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من جحد آية من كتاب الله من المسلمين فقد حل ضرب عنقه. يا ستير. نعم. وكذلك إن جحد التوراة والإنجيل وكتب الله المنزلة أو كفر بها أو لعنها أو سبها أو استخف بها فهو كافر. من حيث أصل الكتب أنها نزلت من الله، أما الموجود الآن مجحود منكر لأنه محرف، حتى نفهم كلام الإمام كلاما صحيحا. هو يتكلم من حيث أن يقول أن التوراة دي ربنا ما نزلها، الإنجيل دي ربنا ما نزله، والزبور دي ربنا ما نزله. لكن إذا كان يعني ينتقد ما هو موجود الآن، نعم لا شيء عليه، لأنها كلها كتب مكذوبة محرفة. نعم. وقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع أقطار الأرض المكتوب في جميع أقطار الأرض المكتوب في المصحف بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول الحمد لله رب العالمين فاتحة إلى قل إلى آخر قل أعوذ برب الناس. نعم، 114 سورة، 6236 آية بعد الكوفيين، و 6224 آية بعد المدنيين كما في مصحف نافع براويه قالون ورش. نعم. أنه كلام الله ووحيه المنزل أنه على كلام الله ووحيه المنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام غير مخلوق. القرآن كلام الله نطق به على الحقيقة على ما يليق بجلاله وكماله، ليس مخلوقا كما قالت الجهمية والمعتزلة، وليس قائما في النفس كما قالت الأشاعرة. نعم.
ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع في الإجماع عليه وأجمع على أنه ليس من القرآن عمدا لكل عامدا لكل هذا إنه كافر. نعم. ولهذا رأى مالك قتل من سب عائشة رضي الله عنها بالفرية. بالفرية يعني بالإفك الذي قيل فيها والكذب الذي فعله عبد الله بن أبي بن سلول، إن الذين جاءوا بالإفك عصبات منكم. لماذا؟ لماذا؟ شوف انظر إلى الفقه العظيم عندنا مالك، لماذا يكفر من رمى عائشة بالزنا؟ لأن القرآن كلام الله قد برأها من فوق سبع سماوات في سورة الطهر والعفاف في سورة النور. نعم. لأنه خالف القرآن، ومن خالف القرآن، ومن أنكر أن أبا بكر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وأنه كان معه في الغار أيضا ألحق بالقول الأول، لأن الله عز وجل يقول ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، وهذا إجماع أنه الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ومن خالف القرآن قتل لأنه كذب بما فيه. وقال ابن القاسم من قال إن الله تعالى لم يكلم موسى تكليما يقتل. لماذا؟ لأنه هنا أصبح جهميا معتزليا، ولذلك قال خالد بن عبد الله القسري ضحوا صلى بالناس وخطب بهم في يوم الأضحى ثم نزل من المنبر وقال ضحوا قبل الله أضحياتكم فإني مضح بالجعد بن درهم، كان حاط ورابط جنب المنبر، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل ونحره وضحى به، ثم قال فيه من قال تقبل الله تلك الأضحية وشكرها صاحب القربان كما قال ابن القيم في النونية. نعم. وقاله عبد الرحمن المهدي. وقال محمد بن سحنون في من قال المعوذتان ليستا من كتاب الله يضرب عنقه إلا أن يتوب، وكذلك لكل من كذب بحرف منه. قال وكذلك إن شاء ولا يتكل في ذلك على قول ابن مسعود، فإنه قد رجع عنه رضي الله عنه وارضاه، لأنه كان عنده مصحف وما أثبت فيها هاتين السورتين، لكنه بعد ذلك رضي على المصحف الجامع. نعم. وكذلك إن شهد شاهد على من قال إن الله لم يكلم موسى تكليما، وشهد آخر عليه أنه قال إن الله ما اتخذ إبراهيم خليلا، لأنهما اجتمعا على أنه كذب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه عقيدة الجهمية والمعتزلة ومن لف لفاهما. نعم. وقال وعليكم أن تنتبهوا من أهل البدع أيها الكرام الفضل، أنتم رأيتم في مقطع لذلك لهؤلاء المعتمرين من الهنود الذين يتوضؤون بالهواء، رأيتم هذا المقطع أتاكم عبر الواتس اللئيم؟ نعم. هؤلاء هم من الطائفة البريولية الزنادقة الهندية الصوفية، بريولية هؤلاء، والبريولية يرون أن النبي وكيل الله في الأرض وأن إمامهم وكيل الله في أرضه، وأن الناس كلهم إن لم يكونوا على عقائد فهم كفار. وفي رسالة تتكلم عن عقائد البريولية، رسالة ماجستير موجودة هنا في الجامعة، جامعة الملك سعود أو جامعة الإمام، تتكلم عن عقائد أمثال هؤلاء الذين يرون من فساد عقائدهم أن هواء مكة طاهر يجوز الوضوء به. ثم من العجب العجاب بعد ما انتشر هذا المقطع رأينا عربيا من دولة مسلمة، دولة معروفة بمنائرها ومعروفة بعلمائها، وجدناه يقلد هذا الهندي في مقطع آخر. وكما قلت لكم البدعة تنتشر كانتشار النار في الهشيم، ثم تجد الإخوة الفضلاء أيديهم تشل عن نشر نشر السنة، حتى وقف عليهم أحد الناس بيض الله وجه وجوهكم وجوهنا يوم نلقاه دنيا وأخرى، فقال يا هذا إيش الوضع هذا؟
فقال لذلك العربي: يا أخي أنت عربي وأنت من دولة دولة في أهل وفي علم، كيف أنك تقلد؟ أنت اللي تعلم وتقول له هذا إيش ما في وضوء هنا، ولا تصح صلاتك، وعليك أن تغير عقيدتك. فليفهم بالمثل هذه الأشياء. فلذلك أخواني المنكر ينبغي أن الناس أن تنكره الناس، وينبغي أن يعلم إن البيان لا يتأخر عن وقت إيش الحاجة. لا تكن نعامة تضع رأسك في التراب وترى الخطأ وتمشي، علم هذا، قل لي يا أخي أنا لا يجوز. أنتم رأيتم الأخ اللي قاعد يقول له هذا كيف، هذا كيف، نو ووتر نو ووتر، كيف في وضوء في نو ووتر؟ فمثل هذا ثم ينتشر مقطع واثنين، والله يعين الأيام الجاية في مقاطع ثانية ولا ما في مقاطع ثانية إلى غير ذلك. هؤلاء هم البريولية، طائفة من طوائف الصوفية من الزنادقة والعياذ بالله، هذه إحدى عقائدهم وإحدى أعمالهم. نعم. وقال أبو عثمان بن الحداد: جميع من ينتحل التوحيد متفقون أن الجحد لحرف من التنزيل كفر. هذا إجماع لا خلاف عليه بين أهل السنة. نعم. وكان أبو العالية، إذا أبو العالية رفيع بن مهران الكاهلي البصري يرسل كثيرا رحمه الله. نعم. إذا قرأ عنده رجل لم يقل له ليس كما قرأت، ويقول: أما أنا فأقرأ كذا، فبلغ ذلك إبراهيم فقال: أراه سمع أنه من كفر بحرف منه فقد كفر فبلغ به كله. ذلك فبلغ ذلك إبراهيم النخعي. نعم. فقال: رآه سمع أنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. يا ستير. نعم. يعني إيش يقصد يا شيخ؟ وقال أبو إن إذا قرأ عنده رجل لم يقل له ليس كما قرأت كذلك، كما قرأت يعني على اعتبار أنه يقول له اقرأ بكذا وليس كما قرأت، يتأول هنا أن القرآن ليس من كلام الله عز وجل. نعم. وقال أصبغ بن الفرج، أصبغ ابن الفرج، وقال أصبغ ابن الفرج، أصبغ من تلامذة الإمام مالك رحمه الله. نعم. وكان بينه وبين الشافعي جفوة، حتى نظره الشافعي يوما فغلبه وبز عليه فقال كأنه مثل الموت. قال له الشافعي: وما علاقة الموت بمناظرتنا هذه؟ لكن الشافعي كان قويا في مناظرته. وكان من كره للشافعي عافانا الله وإياكم، رغم أن كليهما من تلامذة مين؟ مالك، يدعو على الشافعي بالموت حتى لا ينتشر مذهبه. هذا من التزمت المقيت في المذهبية الضارة. نعم. من كذب بعض القرآن فقد كذب به كله. ثم سبحان الله لما مات الشافعي ما عمر بعده وأصبغ طويلا، سبحان الله. نعم. الله المستعان. نعم. ومن كذب به فقد كفر به، ومن كفر به فقد كفر بالله. نعم. وقد سئل القابسي عمن خاصم يهوديا فحلف له بالتوراة، فقال الآخر: لعن الله التوراة، فشهد عليه بذلك شاهد، ثم شهد آخر أنه سأله عن القضية فقال: إنما لعنت توراة اليهود. فقال أبو الحسن: الشاهد الوحيد لا يوجب القتل. لا بد من شاهدين. نعم. أيوه. الشاهد الواحد لا يوجب القتل، والثاني علق الأمر بصفة تحتمل التأويل. تحتمل التأويل، يمكن هو يقصد التوراة الموجودة بين أيديهم الآن، وليس التوراة التي أنزلها الباري عز وجل على نبي الله موسى. نعم. إذ لعله لا يرى اليهود متمسكين بشيء من عند الله لتبديلهم وتحريفهم. نعم. ولو اتفق الشاهدان على لعن التوراة مجردا لضاق التأويل. نعم، لو قالوا نعم سمعناه يلعن التوراة لضاق هنا التأويل، فيقصد بها التي نزلت من فين؟ من عند الله عز وجل، ليست المحرفة التي بين أيديهم لعنهم الله. نعم. وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من ابن شنبوذ، من ابن شنبوذ، ابن شنبوذ المقرئ. أيوة. أحد أئمة المقرئين، أحد أئمة القراء، هذا ابن شنبوذ. نعم رحمة الله. أيوة. نعم. أحد أئمة المقرئين المتصدرين بها مع. نعم. ابن مجاهد. نعم. لقراءته وقراءه ابن شنبوذ وابن مجاهد وابن محيصن والحسن البصري، هذول كلهم من أئمة القراء الكبار. نعم. لقراءته وإقراءه بشواذ من الحروف مما. نعم. ليس من المصحف. نعم. وعقدوا عليه بالرجوع عنه والتوبة عنه
سجلا أشهد فيه بذلك على نفسه في مجلس الوزير أبي علي بن ابن مقلة سنة 23 و300، وكان في من أفتى عليه بذلك أبو بكر الأبهري وغيره، وأفتى أبو محمد بن أبي زيد بالأدب في من قال الصبي. انظر يا ابن شنبوذ، كان يقرب بالحروف الشاذة، والحروف الشاذة لا يقرأ بها، كما ذكر ذلك محمد بن محمد بن محمد الجزري رحمه الله في الطيبة النشر في القراءات العشر الكبرى. ولا بد للقراءة أن تكون لها من صفات، أولا أن توافق حرفا في اللغة العربية، وأن توافق قولا في اللغة العربية، ولا تكون شاذة، وأن تكون على رسم المصحف. والقراءات الأربعة الشواذ كقراءة ابن محيصن وقراءة الحسن البصري، وهذه القراءات الشواذ تتمة الأربعة عشر، إنما يستفاد منها في التفسير ولا يقرأ بها لا في تعليم الناس ولا في الصلاة بالناس. فهنا كان موقفا من هؤلاء العلماء الأكابر أنهم أشهدوا عليه في مجلس الأمير، وكتب عليه شهادة بذلك، أن يتوب من هذا وأن لا يقرأ أحدا بالقراءة الشاذة. وإلا هناك دراسات في القراءة الشاذة وأثرها في التفسير، يعمل بها في التفسير وليس في إقراء الناس وليس في الصلاة بالناس. نعم. لعن الله معلمك وما علمك. لعن الله معلمك وما علمك. هنا أتت الإشكال في لما قال وما علمك، ويقصد به ماذا؟ ما الذي يعلم؟ معلم القرآن ماذا يعلم؟ يعلم كتاب الله عز وجل. فهنا ضمنا سب إيش؟ سب القرآن. نعم تفضل. وقال أردت سوء الأدب ولم أرد القرآن. نعم. قال أبو محمد وأما من لعن المصحف فإنه يقتل، لأن المصحف ماذا يحمل؟ هذا ما يحتمل تأويل، هنا لا يحتمل تأويل. أما الأول لعن الله معلمك وما علمك تحتمل فيها تأويل على حسب نية يقصد، أنه مع أن اللعن حرام ولا يجوز، لكنه لا يرقى إلى من يلعن القرآن عافانا الله وإياكم. لكن لما يلعن الإنسان المصحف الله يعافينا وإياكم فلا تحتمل هنا تأويلا، لأن ماذا يجمع المصحف بين دفتيه؟ إنما يجمع القرآن كلام الله عز وجل. نعم. الفصل العاشر والأخير، الحكم في سب آل البيت والأزواج والأصحاب. آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تفضل سيدنا، في أمان الله. المقصود بهم هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. نعم. وسب آل بيته وأزواجه وأصحابه صلى الله عليه وسلم. وأزواجهم الذين كل النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي بنى بأحد عشرة امرأة، وماتت زوجتان في حياته، ومات عن تسع نسوة، واثنان لم يدخل بهما، فقالوا أم المؤمنين من هي؟ قالوا كل من عقد النبي عليها ودخل بها عليه الصلاة والسلام، هذه أم المؤمنين. قالوا هل يقال إن النبي أبو المؤمنين؟ قالوا لا يقال هذا القول، لكن هذه أم المؤمنين. والمقصود هنا بما يجب من، هل لهذه الأمومة من الميراث إلى غير ذلك؟ قالوا لا يدخل فيها، هل فيها؟ لا يدخل فيها مثل هذا، إنما هذا على وجه التعظيم. وأزواجه أمهاتهم، وجمعها من جمعها في قوله خص مع جزر صحة. قال الشيخ الشيخ عبد المحسن العباد، وهذا من ألطف ما سمعت في من جمع أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خص مع جزر صحة. لأن لو سألنا الناس أسماء البرشا والطرشا وليفربول والبريمير ليج والشامبيون ليج، الأسماء لن تتوقف، ومين الهداف ومين اللي حاخد الكرة الذهبية والحذاء الفضي والحذاء باتا وحذاء البلاستيك والحذاء الذهبي، كل الناس عارفة المعلومات هذه. لكن لو جينا وقلنا أسماء زوجات النبي، حك الناس في رؤوسهم واستعانوا بصديق، ربما سألوا الشيخ جوجل إلى غير ذلك. فهناك طريقة سهلة، خص مع جزر الصحة، الخاء خديجة، السين سودة بنت زمعة، هذه خص، مع الميم ميمونة، العين
عائشة، جزر الجيم جويرية، الزاي أخت الراء الزينبان، زينب بنت جحش بنت عمته، وزينب المخزومية التي ماتت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ودفنها بيديه الشريفتين. الراء رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان خاص مع جزر. صحة الصاد صفية بنت حيي بن أخطب اليهودية رضي الله عنها وأرضاها. الحاء حفصة بنت عمر رضي الله عنها وأرضاها. الهاء هند بنت أبي أمية أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. خديجة وزينب المخزومية مات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بخديجة 25 سنة ولم يتزوج عليها، ومنها كل أولاده ذكورا وإناثا. خلا إبراهيم فهو من مارية التي هي ملك يمينه وليست زوجته. فرق بين ملك اليمين وبين الزوجة. هذه هي منه أولاده الطيب والطاهر وعبد الله والقاسم وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وكل أولاده ماتوا في حياته وزاقوا الحمام كما قال الإمام الطحاوي في المئية في سيرة خير البرية. وبقيت فاطمة لحقت به بعد 6 أشهر من وفاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وتنقصهم حرام ملعون فاعلهم. وأصحابه بلغوا 140,000 حج معه في حجة الوداع. والصحابي هو كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، هو صحابي. خرج منه من لقيه كافرا به عياذا بالله، أو مات مرتدا. أما تعريف كل من رأى النبي تعريف قاصر، والتعريف لابد أن تكون جامعة مانعة، لأن هناك من الصحابة من هم ليسوا مبصرين كابن أمي مكتوم. فهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. نعم. حدثنا القاضي الشهيد أبو علي رحمة الله عليه. حدثنا أبو الحسين الصيرفي. قال حدثنا أبو الحسين الصيرفي وأبو الفضل العدل. حدثنا أبو يعلى. قال حدثنا أبو يعلى. قال حدثنا. وهذه في إقراء حديث النبي عليه الصلاة والسلام في بعض كتب أهل العلم كبعض الحديث عند البخاري وعند أحمد وغيره تكتب قال حدثنا، وبعضها لا تكتب غفلا، لكنك تقرأها تقول قال حدثنا، قال أنبأنا، قال أخبرنا. نعم. قال حدثنا أبو علي السنجي. قال حدثنا أبو ابن محبوب. قال حدثنا الترمذي. قال حدثنا محمد بن عيسى أبو ثورة الترمذي المتوفى سنة 79 و200، تلميذ البخاري. هذا تلميذ الإمام البخاري الإمام الترمذي صاحب الشمائل والعلل وصاحب السنن، جامع سنن النبي عليه الصلاة والسلام المعروف بسنن الإمام الترمذي. آخر 8 سنوات من حياته كان أعمى لأنه أضر به من شدة بكائه على شيخه البخاري. نعم. قال حدثنا يعقوب بن الإمام الترمذي له قصة أنه كان يعني حافظة الدنيا في زمانه، وقد أتى أحد الشيوخ في طريق مكة فأخذ كراسه وذهب إليه يظن أن الكراس هو كراس الشيخ، فلما قدم على الشيخ وجد أن الكراس ليس كراس الشيخ، فقال له الشيخ أتكذب علي؟ قال والله يا شيخ إني حفظت أحاديثك كلها. قال فعرضها، فعرضها ولم يخرج منها حرفا واحدا. قال أنت ما مثلك من أحد، أنت ما فيش زيك. فسبحان الله كانوا يحفظون على عن ظهر قال. نعم. قال حدثنا عبيدة بن أبي رابطة عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن مغفل ابن مغفل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم عرضا بعدي. أيوة، هذا الذي حادث الآن، إن الآن الصحابة يخرج من يخرج فيسب معاوية ويتكلم في خالد ويتنقص من عثمان إلى غير ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر أن يؤخذ أصحابه غرضا عليكم السلام، والغرض المقصود به هدفا للتنقص منهم. وقال لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم
أنفق مثل أحد ذهبا. وهذا الكلام كان لمن؟ كان لخالد وعمر وأمثالهما رضي الله عن الصحابة أجمعين. فما بال أهل هذا الزمان؟ قال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ ظلة. سبحان الله. إيه نعم. فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. 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 ومن آذاهم فقد آذاني. الله يعافينا. ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذهم. الله يعافينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. فاحذروا يا أيها المباركون، إن أتاك الكلام فالصحابة خط أحمر. اللهم صل. ولذلك عمر بن عبد العزيز لما كان الناس يتكلمون في الفتنة، لما هو ملك في بني أمية، عمر بن عبد العزيز من سنة 99 لسنة 101، عاش سنتين وأثار فيها وأشاع العدل، حتى إن الذئب ما كان يعدو على الغنم، وجاء في مناقب عمر بن عبد العزيز أن ذئبا عدا على الغنم، فقال الراعي: مات أمير المؤمنين اليوم. قالوا: كيف عرفت؟ قال: ما كان ذئب يعدو على الغنم وكان يرعيان جميعا مع بعض على طول، دخويهم ده، طالما عدا اليوم على بل قيل كان ينثر الحب على سفوح الجبال في الجليد، يقال حتى لا يكون طيرا في عهد عمر بن عبد العزيز يكون جائعا. والكلام في مناقبه وفي عدله، هذا كان عنده همة عالية. يقول: كانت لي همة تواقة، تاقت إلى أن تتزوج بفاطمة بنت عبد الملك اللي هي بنت عمه عمر بن عبد العزيز بن مروان، وفاطمة بنت عبد الملك بن مروان. وكان عبد الملك بن مروان هو الذي له الخلافة، وكان عبد العزيز بن مروان أميرا على مصر وهو بعده في الخلافة. فقال له أحد الوشاة: اقتله لترتاح من أن يكون الخلافة له بعدك. فإذا بمستشاره من أهل العلم أهل الديانة البطانة الطيبة، قال: لا تقتله، أنت الآن تشيع في العائلة أنه يقعدون يقتلون في بعضهم، لا تفعل ذلك. قال: فترك ذلك، فما مر أسبوع إلا وأتاه نعيه، مات لوحده. قال: أرأيت؟ ولذلك من استعجل الشيء قبل أواني عوقب بحرمانه. قال: كانت لي نفس تواقة، تاقت إلى فاطمة فتزوجتها، وتاقت إلى الإمارة، كان أمير مكة أمير المدينة، وكان طالب علم عمر بن عبد العزيز، وكان الفقهاء السبعة في زمانه. يقول: إذا قيل من في الفقه سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. وقال الآخر: من ليس له إمام يقتدي به فروايته ضيزة عن العلم خارجة، فقيل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. فكان جالس العلماء، وكان هم أهله لما ولي الخلافة، وجاء له الشعراء جرير بن عبطية الخطفي وهذول كده، كلهم طردهم وقر منهم مين العلماء، ثم منع سب آل البيت على المنابر، قال: ما حد يسب آل البيت على المنبر، ومنع كل هذا، ولا أحد يتكلم في الفتن التي كانت بين الصحابة. قال: تلك فتنة أمس